ورجعنا لكم بعد الفاصل مع فقرة الجمال وضيفة حلقتنا اللي منورانا ومشرفانا دكتورة نور الرفاعي. طبعا كانت معانا الحلقة اللي فاتت بمنتج كوزميلا. احنا طبعا هنعمل الحلقة دي تشالنج تحدي، وجايبين معانا موديل ومفاجآت كتير جدا، يعني تابعوا الحلقة للآخر واتفرجوا بقى. برحب بضيفة حلقتنا في الأول دكتورة نور، اهلا بيك يا ازاي نور، حضرتك؟ اهلا بيك يا نور، منورانا من الحلقة اللي فاتت وحشتينا. متحرمش منك. دكتورة نور، عايزين طبعا المفاجأة والتشالنج هنتكلم في آخر اوكي، الحلقة. نخليه آخر الحلقة. تمام. عايزين بقى يعني نعرف المشاهدين تاني المكونات بتاع سيروم الكوزميلا. انا يعني سيروم كتير، في انواع سيروم كتير، بس تمام. الواحد بيبقى يعني عايز يعرف ايه المكونات عشان يبقى مطمن اكتر برضو. طبعا احنا لما بنقدم منتج نقول طبيعي لازم يكون فيه 3 عناصر، عناصر ترطيبية وعناصر مغذية وعناصر تكون معالجة. لازم نعالج مشاكل البشرة عموما، نرطبها وندي النضارة اللي المفروض الفيتامينات اللي احنا بتنقص معانا مع الوقت بتأثير العوامل البيئية المختلفة، الحمل، الرضاعة، سن مراهقة وهكذا، الشمس، التراب، الحاجات كتير دي كلها. العوامل يعني انا كتير لما جدا. اجي اشتري اي سيروم اتاكد الاول ان هو فيه مرطب وفيه مواد طبيعية، تمام. وايه تاني؟ ما احنا لما بنتكلم عن منتج علاجي لازم يكون معالج بقى كمان. بيعالج المشاكل. يعني لما بنتكلم عن منتج ترطيبي خلاص هو ترطيب، لكن لما بتكلم عن منتج علاجي لازم يكون يتوفر فيه الـ3 عناصر دول، تمام. يكون مرطب وفي نفس الوقت مغذي للبشرة، يدي النضارة، يبعد عنك الشحوب حتى لو مفيش مشاكل. على فكره يا جماعه، انا بشرتي دهنيه وما فيش اي سيروم يعني بيعمل اي نتيجه مع بشرتي. انا لما جربت كوزميلا بجد، انا قلت لكم انا هقول لكم على رايي، انا عندي هنا كان في اثار حبوب كتير قوي عشان انا بشرتي دهنيه وقابله للحبوب. يعني انتوا لو تلاحظوا وتاخدوا بالكم ما فيش، يعني الاثار بسيطه جدا. يعني هي دكتوره نور قالت لي يعني بعد شهر هتختفي تماما. انا فعلا ملاحظه ان المكان اثار الحبوب، يعني اللون فاتح قوي، يعني انت قلت بقى لي قمح الكلام ده دلوقتي في جنبني. الكواليس وانا كنت سعيده طبعا ان المنتج عجبك. و انا بحب وبنجذب لاي حاجه طبيعيه ما فيهاش كيميكال عشان بشرتي بتتضرر بسرعه. تمام. هكذا هو اصلا تمام. كمان ينفع بدل البرايمر، جميل. بنستخدمه مثبت ميك اب، كويس. تستخدميه تحت الميك اب ما فيش ادنى مشكله وما فيش اي تفاعل ما بينه وما بين الميك اب، بل بالعكس بيثبت لك الميك اب وبيدي الترطيب. طبعا لازم ترطب البشره قبل الميك اب. تمام. لما بتستخدمي حاجه مرطبه وترطيبها عالي جدا بيخلي الميك اب مش ما يحصلش البروز اللي بتحصل والعلامات اللي بتشقى بعد كده، بعد ما احنا بنحط الميك اب، ودي بتبقى اكبر مشكله. تمام. طبعا اهم حاجه ترطيب البشره قبل الميك اب. فما بالك بقى احنا بنتكلم مش بس ترطيب، ده احنا بنعالج. تمام. البشره اي مشاكل بقى معاك، النمش، الكلف، الاثار، البثور والحبوب، الهالات اللي حول العين، برضو علامات تقدم السن والشيخوخة. وبالنسبة للبنات اللي بيلبسوا طرحة بيبقى في فرق هنا، بيبقى دايما الجزء اللي واضح وباين متعرض للشمس، توحيد لون البشرة، وده مهم جدا 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 عند جميل. اي بنوتة وفي او اي برضه ست حوالين كمان البق بيبقى غامق اسمرار. شوية، بالظبط. وحوالين العين الهالات السوداء. برضو سيرم كوزميلا بيعالج الهالات احنا حوالين وفرنا العين. فيه مكونات كويسة جدا جدا، بحيث انها لما مثلا يكون واحدة عندها على الأقل 2 3 مشاكل من المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها، يدي نتيجة بجد تلاحظها وفي أقل فترة ممكنة. لأن مشاكل البشرة، وطبعا انت الناس حتى مش شايفة جسمك، هو طبعا ينفع للجسم كله عموما ما فيش مشكلة، بس البشرة ووجهك هو اللي بيدي دايما الانطباع الأول لأي حد هو بتقابليه الواضح رايحة. والكاريزما بتاعت طبعا الشخص. في ناس كتير بتروح تقدم على وظايف بتترفض عشان شكلها، صح. فطبعا كل لما البنوتة بتكون حلوة البنات عموما والبشرة، بتحب ان هي تحافظ على ده انا بشرتها بقول لك كمان في يعني العموم. في حالات بتبقى خاصة زي كده ايوه صح. بتأثر بجد، بتبقى عايزة تروح كلنا في تعمل الجامعة ليزر. برضو. شوفي جلسات الليزر دلوقتي ممكن تعمل كام جلسة لما تدي تحسن وطفيف جدا. بتبقى غالية بس فيها نسبة خطورة، وبالظبط ما حبيتش ان انا اتعرض ليها خالص. كنت لسه اقول كده. ممكن بتحصل حروق، بتحصل اثار جانبية كتير. الليزر للأسف الشديد من هو حلو، ما نقدرش نقول عليه حاجة، بس ليه أضرار. بيعمل ترهل في البشرة طبعا، مع غالي جدا، كل الاستخدام. تباهظ الثمن، برضه في نفس الوقت ممكن يعمل حروق، لأن الليزر برضه له أخطاره. احنا بنتكلم عن منتج طبيعي 100% بيديكي نفس النتائج دي وانت مرتاحة وانت في بيتك وما بتروحيش وما بتجيش ومبلغ بسيط.
على قد الايد، فالموضوع يبقى كويس جدا. جميل. حضرتك قلت لنا يا دكتور ان المنتج مترخص من وزاره الصحه. مرخص من وزاره الصحه، ده برضه عشان يكون ده يدي اطمئنان وفي نفس الوقت مصداقيه. جميل. واحنا بننشدكم برضو ادخلوا على صفحاتنا وشوفوا اراء العملاء، علشان السوشيال ميديا للاسف الفتره اللي عدت بدات تفقد المصداقيه شويه. على المنتج اسم البيج موجوده قدامكم على الشاشه، وارقام التليفونات هتنزل برضو قدامكم على الشاشه للحصول على منتج سيرم كوزميلا. احنا قلنا طبعا المكونات بتاعه المنتج. احنا اتكلمنا في انواع البشره الحلقه اللي فاتت، هنتكلم برضو بس هنتكلم الاول دلوقتي في المستحضر اسمها ايه، المكونات عشان انا ما فطرتش. لا لا ولا يهمك. المكونات المكونات بتاع المنتج الكوجيك اسيد. الكوجيك اسيد اصلا بيشتغل على طبقه الجلد وبيتعمق كمان داخل الاولى الطبقة. ولا كل طبقات الجلد؟ لا بيتعمق داخل طبقه الجلد، علشان كده بنقول بيقضي على النمش. بنعالج المشكله من جوه. ايوه بيقضي على النمش مش بيداري النمش. في فرق، لما اقول بيداري النمش بيبقى خلاص ضيع لي حتى منتج استثنائي يعني فتره وممكن تحتاجيه تاني على طول، يعني مثلا علشان تكملي يفضل للطبقة الخارجية. لا هو بيتغلغل للطبقة الداخلية بتاعة الجلد، فخلاص بيمحي أثر النمش. دايما مش النمش بيجي أو الكلف مش بيجي من عوامل طبيعية، ممكن يكون تعرضت لحمل لشمس لسه دلوقتي. ممكن تبقى جينات برضو وراثية. شوشو دلوقتي اللي هنقدمها معانا دلوقتي لسه كانت بتقول لي انا من اكبر المشاكل اللي حصلت لي. لا لما راحت المصيف طبعا لما بننزل البحر بيحصل الاسمرار في البشره، فبتقول لي بجد اول مره اشوف بشرتي بجد اغمقت ومش راضيه تفتح. وده طبعا احنا طالعين من موسم الصيف كله كان في مصايف وكله تعرض للمشاكل البشره الاسمرار ده، فهو طبعا بيوحد لون البشره وبيفتح البشره، ده اساسي في كوزميلا. بس بيعالج برضو يعني خلاص انا بشرتي فتحت واثار الحبوب اختفت، استخدمه يعني اواضب عليه؟ والله اللي هيجربه مش هيحب يبطله تاني. طب انا اقول لك على حاجه يا دكتور، مش عارفه بقى صح ولا دي حاله نفسيه ولا ايه، انا لما بستخدمه والله بجد يا جماعه بجد ما بستخدمه بحس ان هو بيغير مودي، والله العظيم بجد مش عارفه ان انت الريحه بتاعته على مش عارفه بحس ان هو بيغير الطاقه بتاعتي. احنا برضو اهتمينا بموضوع الريحه، تكون ريحته مقبوله وتكون ريحته كويسه، علشان موضوع ان هو بيغير الطاقه وبيغير دي حاجه. الحاجه الثانيه ده 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 ليه علاقه بالمنتج ولا علاقه بيا انا؟ انا اتمنى ان يكون كده مع الناس كلها ان شاء الله. لا والله بجد يعني لو ما حطيتهوش قبل ما انام بحس ان انا ناقصني حاجه والله بجد. لا المنتج بجد يا جماعه جميل ومريح نفسيا قوي، وكمان بتحسي بفرق بعد مثلا يعني ممكن 3 4 ايام حسيت بفرق. انا بستخدمه مره واحده، المفروض بيستخدم اكتر. الساده المشاهدين لما يدخلوا كمان على الصفحات بتاعتنا ويشوفوا ردود الناس، والردود دي حقيقيه مش والله بجد بمصداقيه تامه جدا، وتقدروا تدخلوا على صفحات الناس. انا قدامكم لايف استخدمته بصراحه جميل جدا. علشان لو كلامنا مجروح هم يبقوا سامعين من غيرنا. ما يشوفوا حتى الاستخدام بعد 3 4 ايام بدات فعلا شحوب البشره ده يختفي، البشره تبقى صافيه، بدا التحسن، هم نفسيا بيرتاحوا وبيبقوا عايزين يكملوا الكورس اكتر. انت مواظبة عليه طبعا يا دكتور؟ طبعا ما شاء الله باين. انا بصراحه ما كنتش بستخدم اي حاجه مرطبه غيره، لان بجد هو انا اكتر الناس عارفه مكوناته ايه، مش هلاقي في السوق حاجه زي كده. بيرطب وبيفتح، مرطب وبيفتح، بيخفي عيوب البشره، بيوحد لون البشره، الهالات السوداء اللي بتحصل لنا من عدم النوم، السهر الكتير، شرب الكافيين كتير، كل الحاجات دي احنا بنبقى محتاجين بقى حاجه تعوض ده خارجيا. بس هو زي ما انا قلت لك هو مش خارجيا سطحي، لا هو بيتغلغل لطبقات الجلد، فان شاء الله هيلاقوا نتيجه كويسه جدا جدا. كويس. طبعا الناس من امبارح ما تبعت لنا رسائل على البيج كتير جدا. في بنوته اسمها ايه بعتها بتقول انا عندها في بطنها مكان الحمل والولاده في اثار برضو اللي بتبقى العلامات البيضاء. تمام. دي برضو تستخدم لها السيروم. ايوه السيروم هايل جدا، بس البادي ستريتش برضو انا عايزه افهمكم حاجه، ان ده طبقه من الجلد تمزقت بيدي تحسن بنسبه لا تقل عن 50%. بس ان هو ينتهي، واي حد يقول لكم بينتهي 100% يبقى هو غير صادق، وانا لازم اكون لا لا لا، هو دي طبقه من الجلد
خلاص حصل لها تمزق، فلازم لما اتكلم معاك اتكلم معاك بمصداقيه. هيدي تحسن في اللون الابيض وفي الدرجه دي، بس مش هيكون 100%، مش 100%. اي منتج مش هيعالج المشكله 100%، ولا حتى الليزر نفسه. تمام. طيب تمام، عشان دايما نكون يعني عند مصداقيه الناس، ما اقولش كلام وخلاص. تمام. طيب احنا عايزين نجرب على المود. احنا معانا بقى دلوقتي شوشو، هي عايزينها تحكي لنا عن تجربتها مع كوزميلا. تمام. انا واحده من ضمن الناس اللي كنت دايما بحب ان انا احط فونديشن في الاول، وكنت دايما بتضايق من موضوع ان في دايما تحت عيني في اسمرار وفي عدم توحد في البشره وفي نمش. بس بصراحه من ساعه ما استخدمته بقالي 3 ايام بصراحه حسيت بفرق. اول حاجه ما شاء الله يعني 3 ايام حسيت بفرق. احنا بنتكلم يا جماعه بعد 3 ايام. يعني هو انت نوع بشرتك ايه؟ لا انا بشرتي اللي هي مختلطه. مختلطه يعني بتبقى بتستقبل المنتج اسرع. يعني هو عموما حتى لو عشان دهنية، عشان انا حسيت بفرق بعد 5 ايام، عشان انا بشره دهنيه هي حسيت بعد 3 ايام. البشره الدهنيه ممكن تتاخر شويه بس بيدي نتيجه برضه بتحسي فعلا بيها. بصراحه انا استخدمته بصراحه تحفه جدا بجد. فتح كام درجه معاكي يا شيماء؟ يعني انا في خلال الثلاث ايام انا حسيت بفرق عن الاول. اصلا مشكله شيماء مش موضوع تفتيح بس، لا هي محتاجه حاجه توحيد لون وازاله النمش اللي هو تحت. وانا شايفه في هالات بسيطه خالص. هالات سمراء هنا، واحنا هنتابع سمراء من المصيف زي ما قلت. وكمان كنت بتعرض للشمس كتير. هنتابع استاذه شيماء. طبعا انا قابلت استاذه شيماء هنا الاسبوع اللي فات وقالت لي انها هتبقى معانا الحلقات الجايه. هنتابعها مع بعض. يعني هي دلوقتي هي استخدمت المنتج خمس هي علشان اوريكم النتيجه. طلبت مني انها تجربها. قالت لي طب انا عايزه اشوفها. هي اللي طلبت. قلت لها طب ولو شفتي نتيجه؟ قالت لي والله اظهر معاكي، انا اللي هقول لك هظهر معاكي. فهي اللي صممت النهارده انها تظهر معانا لانها فرحت بالنتيجه. يعني النتيجه دي من 3 ايام استخدام. 3 ايام احنا هنشوفها بعد اسبوع كمان، يعني بقى اسبوع وثلاث ايام. وهنعمل دلوقتي عمل ونوريهم ازاي ونشوف استخدام المنتج. اتفضلي. استخدام المنتج بسيط جدا وريحته بصي استنشقي كده يا شيماء. الريحه بجد يا الريحة جماعه دي خرافه للعميل بجد، حلوه قوي. والمشاهدين دلوقتي بصي بقى يا دكتور نور، انا بحب احطه كده بصي وينزل بقى ياه على الروعه والله بجد. اهم حاجه التدليك يكون بطريقه صحيحه. ازاي بقى؟ لا عشان انا بدلك عادي بصراحه. احنا بقى دلوقتي هنعمل ده عملي. يعني احنا نملى الامبول وعلى ده. وعلى فكره ممكن نستخدمه على الشفاف عادي خالص، مفيش عندنا مشكله. ايوه انا بدهن بيه بصراحه بشرتي كلها كويس جدا، وبيدي ترطيب كمان للشفاف. ايوه. اما بنيجي هي شيماء عندها، لو الكاميرا مبينه عندها هالات، عندها هالات سودا خفيفه ونمش. من اسفل لاعلى في البشره، ده الطبيعي في اي اسفل كريم. لاعلى اي كريم اي سيروم من اسفل لاعلى. طب ليه بقى يا دكتور؟ لان احنا كده انت عكس الجاذبيه، فبترفعي معايا الخد بحيث ان ما يحصلش ترهل في الجلد. انت بتدلكي وفي نفس الوقت بتوقفي بتنشطي البشره مكرمشه بتنشطيها مفروضة. وفي نفس الوقت ان انت بتديها التدليك للاثار الجلد الخارجي اصلا. أيوه. بيديكي شد للجلد مش لما بنعمل رياضه لاي مكان بتشد معاكي. اكنك بنفس الطريقه دي بس عكس بتشدي البشره بالظبط. تمام. وعلى فكره البشره بتتشربه سهل جدا جدا. شيماء قولي لنا حاسه بايه عشان انا اشوف الاحساس اللي انا بحسه صح ولا غلط. انا حاسه ان هو كاني بيدي انتعاش للبشره. تمام. وبيغير فعلا المود زي ما شيماء تقدري تستخدميه حوالين العيون اسفل العين وفوق العين ما فيش ادنى مشكله برضه. ده طبعا بياكد ان المنتج يعني طبيعي 100% اي ماده كيميكال، عشان لو في اي ماده كيميكال هيبان. لو اي منتج لو حطيتي حوالين عين اي منتج فيه ماده كيميكال للبنات برضه عشان يعرفوا، هتعرفي هتلتهب هتسود هتحرقك، هتلاقي عينك حرقتك. منطقه العين دي من اي منتج تعرفي هو طبيعي ولا لا حطيه حوالين عينك عشان تتاكدي هو طبيعي ولا فيه اي مواد كيميائيه. ومش اي حاجه برضه، التجربه دي مش حاجه سهله. لا ان انا استخدمه وبعد كده اشوف. لا هو المفروض ان المنتج اللي بينفع يتحط حوالين الفم حوالين العين بيبقى مكتوب عليه، ويبقى النشره الداخليه بتاعته مكتوبه فيه. لان بيبقى غلط جدا ان انا
اجرب في بشرتي. أيوة. ده بشرتي بشرتي وشي. طب هو اللي بيبقى ظاهر بينفع لجميع انواع البشره ولا ينفع لجميع انواع البشره؟ احنا بنستثني البشره الدهنيه بس، بيتشطب بعدها بساعتين. ايوه هو ده اللي احنا الاحتياط اللي احنا بناخده بس علشان ما يزيدش من دهنيه البشره. انا حاسه بعد ما استخدمت كوزميلا ان هي بقى في ترطيب اكتر ونضاره. انا عايزه الكاميرا بس تجيبها. بشرتي أيوة. كمان من النوع اللي هي حساسه، يعني لما كنت بستخدم اي منتجات كنت بستخدم فعلا حاجات غاليه جدا، بس برضو كانت بتعمل لي حساسيه، يعني كنت برضو كنت بسمع واصحابي يقولوا لي ده كويسه، وكنت بشوف اعلاناتها وكده يقولوا ده كويسه، مع ذلك جبتها برضو كانت بتعمل لي حساسيه، ولكن دوت لما جربته بصراحه تحفه. ايوه يعني انت جميله، هتبقي معانا برضو الحلقه الجايه عشان نوري سنه المشاهدين. انا سعيده بجد برايك. طب برضو يعني البنات لما يجوا يشتروا اي سيرم في السوق برضو تنصحيهم بايه يبقى موجود في السيرم ده عشان يروحوا لهم مطمنين؟ عموما انا انصح باللي انا فاهماه، انا عارفه ده مكوناته ايه. المهم هو يكون لو انت جايباه على اساس ان هو يكون علاجي، يكون فعلا بيحقق لك اللي انت تتمنيه منه. يكون في ايه بقى يعني المكونات بتاعه كل منتج على حسب. بصي يعني انا هشتري سيرم، اي سيرم يعني ابص على مكوناته ينفع ما ينفعش. اقول لك مثلا انا معايا كريم، الكريم ده بيشيل الهالات السوداء، وانا مش عارفه مكوناته ايه الدخيل أيه. بتاعه. عموما والكوزميلا بتاعنا في الكوجيك اسيد بيقضي على النمش والكلف. ده التصبغات عموما بينهيها مش بيغطيها. الكولاجين بيمد الفيتامينات، الكولاجين طبعا احنا كده كده بنفقده مع مدار السنين وعوامل الجو زي ما اتفقنا. احنا ممكن نحط دي جنب العلبه اوكي عشان تظهر للساده المشاهدين قد ايه هي لطيفه وجميله الازازه، بجد عجبتني قوي. المهم الفيتامينات برضو طبعا احنا بنبقى محتاجين فيتامينات تدي رونق ونضاره للبشره. معانا برضو الطحالب البحريه، ودي من اهم المكونات. سمعت عنها في الاونه الاخيره فعلا. الطحالب البحريه طفره اصلا في مستحضرات التجميل. بس بنسبه كام في الميه مثلا في المستحضرات؟ الطحالب البحريه لا تقل عن 25% في الكوزميلا. جميل. الكولاجين برضو، الكولاجين والفيتامينات هو اصلا مرتبه كده. الكولاجين بيمد البشره بالنضاره والحيويه. شفتي كده بشره الاطفال وهم البيبي ولمسه البيبي كده، هو ده بيبقى نازل بقى من عند ربنا كده كامل بالكولاجين بتاعه. لما احنا بنتكلم ان احنا مع الوقت بقى والحمل البشره بتفقد نسبه بترجع النضاره دي بالجمال بالجمال والرونق الحلو ده. الفيتامينات طبعا بشرتنا بتبقى محتاجه فيتامينات، لان احنا كده كده برضو سن الشيخوخه في البشره ملهاش دعوه بالسن بتاعنا. سن الشيخوخه في البشره بيبدا على حسب من 30 اهتمامك، على حسب الاهمال. والله على حسب اهتمامك. على حسب برضو بيبقى فيه خطوط، يعني دايما كده واخده نظره تعبيريه كده حاده. تلاقي في علامات دايما ظاهره حوالين ال 111 بتاعتنا. انا عايزه اقول لكم لو مش واضح ان الدكتوره نور يعني ما شاء الله ما فيش ولا خط ولا في اي مش بحسد بس ما شاء الله الله اكبر عليكي. انت نورتينا والله يا دكتوره نور. واستنونا طبعا الحلقه الجايه والتشالنج مع شيماء، التحدي، وهنشوف شيماء افتحت كام درجه، ونشوف النمش برضو يعني هو اكيد باين في الكاميرا النمش والهالات اللي هي حوالين العين. هنشوفها الحلقه الجايه طبعا ان شاء الله تبقى اختفت خالص مش شيماء الهالات. والى اللقاء، الى حلقه جديده من برنامج همسات مضيئه.